السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بتلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني في مادة الرياضيات. النهاردة سنة ثالثة هناخد درس جديد اسمه محيط المربع. طبعا قبل ما أعلمك ايه هو محيط ومعنى كلمة محيط ويعني ايه مربع، تعال الأول نتناول مع بعض ركن الرياضيات. أول حاجة مخطط 120. احنا في اليوم الكام؟ 65. الساعة كام دلوقتي؟ العاشرة بالضبط. اليوم احنا في يوم ايه من ايام الاسبوع؟ السبت. تمام. من شهر ايه؟ فبراير. من شهر مارس. من شهر ايه؟ مارس. اليوم الكام؟ من شهر مارس. اليوم الثاني من شهر ايه؟ مارس. يلا نعلم في اطار الخمس خانات، الدايرة بتاعتنا زي كل يوم. ها، ونضع عصا في حاويه في إطار الاعداد. تمام. انا عندي احنا في اليوم الكام؟ ال 65. هعمل ايه؟ كم واحد في حاويه الاحاد؟ خمسه. وكام عشرات؟ وكم عصا في العشرات؟ سته. هيا بنا ننتقل الى درسنا اليوم. الاول طبعا انا بقول درسنا بعنوان محيط المربع. يعني محيط؟ المحيط هو طول الاطار الخارجي للشكل. يعني ايه طول الاطار الخارجي للشكل؟ طب احنا تناولناه الترم الاول لسنه ثالثه. دلوقتي فاكرين هدى لما كانت عايزه تخيط بطانيه، قلنا ايه؟ عايزه تخيط حواف البطانيه. اضطريت حواف. يعني ايه حواف؟ اللي هو من بره. الاطار الخارجي، اطار خارجي يعني ايه؟ يبقى انا كده هجيب لها ايه؟ محيط. او ممكن احسب المحيط بشكل تاني اللي هو مجموع اطوال اضلاع الشكل. اول سؤال عندي، اوجد محيط كل شكل من الاشكال الاتيه. الشكل اللي قدامي ده اسمه شكل رباعي. ليه رباعي؟ لانه مكون من اربع اضلاع. بصوا اطوال اضلاعه 5 سم، 3 سم، 8 سم، 3 سم. انا عايزه اجيب محيط. محيط اي مضلع هو مجموع اطوال اضلاعه. اكرر مره ثانيه، محيط اي مضلع هو مجموع اطوال اضلاعه. يبقى انا يعني ايه مجموع اطوال؟ يعني هاخد مجموع اطوال اضلاع الشكل دي كلها، هجمع 3 او 5 زائد 3 زائد 3 زائد 8. يلا نجمع كده عدد رقم 5 زائد 3 يساوي 8. 8 زائد 3 بيساوي 11. 11 و 8 هيساوي 19 سنتيمتر. بعد كده سنة ثالثة، الشكل قدامي ده مثلث او مضلع ثلاثي. مديني ايه؟ ده مثلث متساوي الاضلاع، لان اضلاعه الثلاثه متساويه. كل ضلع بيكون حوالي قياسه 6 سنتيمتر. هجيب المحيط ازاي؟ هجمع اطوال الاضلاع اللي قدامي. ها، يبقى 6 زائد 6 زائد 6 هيساوي كام؟ حافظ زميلتي 3 في 6 ب 18. زميلتنا سهلتها علينا وقالت لنا بدل ما 6 مش متكرره 3 مرات. طب انا ممكن اقول 6 في 3 بيساوي 18. بعد كده الشكل اللي قدامي ده، يعني تعالوا نشوف محيطه. انا قايله لك ان المحيط هو طول الاطار الخارجي للشكل. يلا نعد كده، ادي 1، ها، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. هيبقى 4. المحيط بيساوي كام؟ 14 وحدة طول. هتبقى اسمها وحدة ايه؟ طول. وحدة. يبقى انا دلوقتي هيبقى 14 ايه؟ وحدة ايه؟ طول. يبقى المحيط هو طول الاطار الخارجي للشكل. مش دعوة باللي جوه يا سنة تالتة. اللي جوه ده موضوع تاني هتاخدوه معايا بعدين. لكن اللي بره هو ده المحيط. بعد الاجزاء الايه؟ الاطوال اللي من بره. واحدة واحدة. تمام؟ بعد كده تعالى نعرف يعني ايه مربع. المربع زي ما انت شايفه هو عبارة عن شكل رباعي او مضلع رباعي. يعني رباعي له اربع اضلاع. بس الاضلاع بتاعته متساوية. المربع اضلاعه متساوية. يبقى المربع له اربع اضلاع متساوية. تمام؟ ليه كم رأس؟ اربع رؤوس. ايه الرأس دي؟ قال هي نقطة التقاء الضلعين. ادي 1، 2، 3، 4. يبقى المربع له اربع اضلاع وله اربع رؤوس. الاضلاع الاربعه متساويه في الطول. يعني يجي يقول لي مربع طول ضلع اربعه، هفهم ان ده الضلع ده اربعه والضلع ده اربعه والضلع ده اربعه والضلع ده اربعه. طب مضلع مربع طول ضلعه ثلاثه، هفهم ان جميع اضلاعه ثلاثه. هنا 3 سنتي، هنا 3 سنتي، وهنا 3 سنتي، وهنا 3 سنتي. عايزين بقى نعرف محيط المربع. محيط المربع هو طول الضلع في أربعة. طب يشمعنى طول الضلع في أربعة؟ لأن هو ليه أربع أضلاع. عشان هو ليه أربع أضلاع إيه؟ متساوي. قال لك إن هو قال لي متساوي، يعني العدد اللي هيدولي هجمعه أربع مرات.
العدد دول حجمه 4 مرات من المحيط، هو مجموع طول اضلاع الشكل، والمربع ليه 4 اضلاع، فانا هاخد الضلع اجمعه 4 مرات، فبالتالي بدل ما اجمعه، احنا عارفين ان الضرب ده تكرار لعمليه الجمع، فبالتالي بقول طول الضلع في 4، يعني مربع طول ضلعه 3، يبقى محيطه يبقى 3 في 4. طب مربع طول ضلعه 5، عايزه محيطه 5 في 4، وهكذا يا سنه ثالثه. يبقى طب افرض هو مديني بقى مربع محيطه مثلا 20 سم، انا عايزه اجيب طول الضلع، عايزه اجيب الجزء من المحيط ده، عايزه اجيب طول الضلع من المحيط ده اللي هو الكل، هاخد الكل اللي هو المحيط واقسمه على عدد الاضلاع اللي هو الايه؟ الاربعه يا سنه ثالثه. يعني لو قلت لك مربع محيطه 20، عايزه طول ضلعه يبقى 20 على 4 هيساوي كام؟ 5. هيساوي 5 لان الاربعه في 5 ب 20. تمام، 5 في 4 بيساوي 20 ايه؟ سنتي. يبقى انا تاني بكرر، محيط المربع طول الضلع فيه 4، محيط المربع طول الضلع فيه 4، لكن طول الضلع المحيط على 4، المحيط على 4. تمام، دلوقتي قدامي شكل زي ده، عايز اجيب محيطه، هيدي ايه؟ ها اجزاء اللي من بره، الاطوال اللي من بره دي 1 2 3 4، هلاقي ان المحيط بيساوي 4 وحدة ايه؟ طول. المسألة بعد كده يلا تعرفي تحليها معايا. ها هعد الشكل الخارجي من بره، ها هيبقى عندي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14. تمام، هلاقي انها 14 وحدة ايه؟ طول. تمام، اوجد محيط كل مربع مما ياتي. هوديه اوري لك مثال عشان تعرف تحل باقي المسائل يا سنه ثالثه. المثال الاول مديني مربع طول ضلعه 3 سم، عايز احسب محيطه. عشان احسب محيط المربع لازم اكتب الاول قانوني. القانون بتاعي محيط المربع هو طول الضلع في ايه؟ طول الضلع في 4. هو طول الضلع عندي كام يا سنه ثالثه؟ 3 سم. يبقى هقول 3 في 4 بيساوي ايه؟ محيط المربع 3 في 4 بيساوي 12 سم، بيساوي 12 سم. 12 سم. بصي بقى المسألة اللي بعد كده، ألف ده مربع طول ضلعه 4 سم، عايز أحسب محيطه. هقول إيه بقى؟ أكتب القانون، محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. تمام، بيساوي طول الضلع في إيه؟ في 4. طيب أنا عايزة بقى أعوض بقى طول الضلع بيساوي كام سنتي؟ طول الضلع 4 سنتي، يبقى 4 في 4 ب 16. ب 16 سنتي متر. يبقى انا بجيب محيط المربع بضرب طول الضلع في ايه؟ في 4 يا سنه ثالثه. طيب بعد كده عندي ب مربع طول ضلعه 7 سنتي، هجيب محيط المربع ايه؟ لازم اكتب قانونه اللي هو طول الضلع في 4. يبقى طول الضلع في ايه؟ طول الضلع في 4 يبقى 7 في 4 ب 28. 28 سنتي متر. تمام، بعد كده معايا سؤال، اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. لازم اقرا السؤال كويس جدا يا سنه ثالثه عشان اقدر اختار الاجابه الصح. مربع طول ضلعه 5 سنتي، فان محيطه بيساوي ايه؟ ها مربع طول ضلعه 5 سنتي، فان محيطه بيساوي ايه؟ انا دلوقتي عشان اجيب محيط المربع بضرب طول الضلع في ايه؟ طول الضلع في 4. يعني 5 في 4 ب 20. برافو عليكي، هضرب 5 في 4 بايه؟ ب 20 سنتي متر. فعلا طلع الاجابه الصحيحه. ب مربع طول ضلعه 9 امتار، فان محيطه ها 9 متر. انا عايزه اجيب المحيط بيساوي كام متر؟ الوحده ثابته 9 امتار، يبقى المحيط برضه طول الضلع في 4، يبقى عندي 9 في 4 ب 36 مترا. تمام، يبقى الاجابه ايه؟ 36. تمام، ج مربع طول ضلعه 6 سنتيمتر، فان محيطه هيساوي كام سنتي؟ 18 22 24. لازم احل المساله الاول عشان اختار الاجابه بتاعتي 24، لان 6 في 4 ب 24. برافو عليكي، برافو. زميلتنا قالت لنا محيط المربع هو طول الضلع في 4، 6 في 4 بيساوي 24 سنتي. تعالوا نشوف ازاي نحسب طول ضلع المربع اذا علم محيطه. يجي بقى يقول لك ايه؟ مربع محيطه كذا، عايز طول ضلع. طب انا اجيب ازاي طول الضلع من المحيط؟ مش انا في البدايه فكريني طول الضلع بيساوي ايه؟ المحيط على 4، طول الضلع في 4. لو عايزنا نجيب المحيط يبقى المحيط، لو المحيط موجود وعايز طول الضلع حضرتك قلت لنا يبقى المحيط على 4. برافو، احسنتي. يبقى انا دلوقتي تعالوا مع بعض نتعلم. يمكن ايجاب طول ضلع مربع بمعلوميه محيطه
ازاي؟ هقول طول الضلع المربع بيساوي المحيط على 4، هيديني هو المحيط واخد المحيط، يبقى انا لو عايز طول الضلع هقسم على 4، لو عايزه المحيط هضرب في 4، تاني لو عايزه طول الضلع هقسم على 4، لو عايزه المحيط هضرب في 4. يلا كده مع بعض. اذا كان المحيط مربع 32 سنتي، فما هو طول ضلعه؟ هجيب بقى ايه؟ ادي المربع اهو عندي، يبقى انا هكتب المثل القانون الاول اللي هو 32 المحيط على 4. برافو زميلتنا، يبقى 32 على 4. انا عايزه طول الضلع، يبقى هقول ايه؟ طول الضلع بيساوي ايه؟ المحيط على 4 يعني 32 على 4 هيساوي كم سنتي؟ 8 سم. ليه؟ انا علمتك في القسمه في ايه عند اليساوي؟ علامه ضرب مستخبيه. 4 في كام يديني ال 32؟ دي 8. يبقى عشان هنا استنتجت 32 على 4 بيساوي ايه؟ 8. اوجد طول الضلع المربع في كل مما ياتي، مديني مربع اهو محيطه 16 سنتي، عايز طول الضلع هروح قايله 16 على 4 هيساوي 4 سنتي متر. تمام. بعد كده سألتك مربع محيطه 20، ها طول الضلع هقسم على ايه؟ يبقى عند المحيط على 4 يبقى 20 على 4 بيساوي 5 سنتي متر. برافو عليكي. طيب اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. مربع محيطه 36 سنتيمتر، يبقى طول ضلعه انا قايل عايز اقوم يقول لي اوجد طول الضلع، يبقى حاسب المحيط على ايه؟ على 4، يبقى 36 على 4 بيساوي 9. 36 على 4 هيساوي 9 سنتيمتر. طيب المساله اللي بعد كده، مربع محيطه 28 مترا، فان طول ضلعه يساوي كم سنتي؟ يبقى 28 على 4 بيساوي 7. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ 7. 7 تمام. مربع محيطه 44 مترا، فان طول الضلع هيساوي ايه سنه ثالثه؟ ها ها هروح قايله 44 على 4 هيساوي 11 ها مترا. مترا. طيب ازاي جبت منين 11؟ يا ميس ما عنديش رقمين على رقم يميس. لا، اما الاقي الاحاد شبه العشرات والعدد ده مقسوم على مثلا يعني 33 على 3 11، 22 على ال 2 11، 55 على 5 11. تمام كده سنه ثالثه عشان ما تبقاش مساله صعبه عليك. اقرا ثم اجب. دلوقتي عندي مسائل كلاميه عن محيط. سجاده على شكل مربع محيطها 40 مترا، فما طول ضلعها؟ ها انا عايزه اجيب طول السجاده على شكل مربع. المحيط بتاعها يعني مجموع اطوال اضلاعها كلها 40، انا عايزه طول الضلع الواحد يا ساتر. هي مربع يبقى اكيد بيها 4 اضلاع، يبقى انا هجيب طول الضلع ازاي؟ هقسم المحيط على ايه؟ على 4. على 4. طيب يبقى طول ضلع السجاده 40 على 4. على 4 هيساوي 10 امتار. تمام 10 مترا. ورقه على شكل مربع محيطها 28 سنتيمتر، فما طول ضلعها؟ هي سهله تعرف تحليها؟ اه يبقى هقول يا ميس طول الضلع بيساوي المحيط على 4، يبقى عندي طول ضلعها بيساوي هاخد الرقم اللي عندي اللي هو 28 اللي هو المحيط واقسمه على عدد الاضلاع اللي هي 4، يبقى 28 على 4 بيساوي 7 سنتيمتر. احسنتي، برافو. الاشكال المنتظمه، يعني ايه اشكال منتظمه؟ في مضلعات متساويه في عدد الاضلاع. يعني انا مثلا دلوقتي انا لما شرحت المربع ده يعتبر شكل منتظم. ليه شكل منتظم؟ قال لي ان اضلاعه الاربعه متساويه في الطول، بس انا هسميه مضلع رباعي عشان هو مكون من 4 اضلاع. انا دلوقتي قدامي مثلث، المثلث ده جميع اضلاعه متساويه، متساوي الاضلاع، هقول عليه مضلع ثلاثي. مثلث ذات ثلاث اضلاع هيسمى مضلع ثلاثي. طيب انا عندي شكل اهو، ادي المربع اهو عنده 4 اضلاع، هسميه مضلع رباعي لانه عنده 4 اضلاع. يبقى الاشكال يا سادة المضلعات تسمى حسب عدد اضلاع. طب دقيقه تاني يا سادة تالتة، انا دلوقتي عندي يلا نعد عدد اضلاع المضلع ده. ادي 1 2 3 4 5، ده اسمه مضلع ايه؟ خماسي، لانه عنده كام ضلع؟ من عدد اضلاع، بنسميه من عدد اضلاع. برافو، يبقى يسمى المضلع حسب عدد اضلاع. المثلث سميته مضلع ثلاثي ليه؟ عشان عنده كام ضلع؟ ثلاثه اضلاع. طيب المربع او المستطيل اتسمى مضلع رباعي ليه؟ لانه عنده اربع اضلاع. طب المعين يسمى مضلع ايه؟
رباعي علشان يعني عنده كم ضلع. طيب شبه المنحرف عنده كم ضلع برضه؟ أربع أضلاع. تمام كده يا سيدة تالتة. طيب بصوا المضلع اللي بعد كده تقدروا تقولي ده يسمى مضلع إيه؟ يلا نكون هنعد الأول أضلاعه. أجل. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هيكون مضلع سداسي لأن هو عنده ست أضلاع. برافو. تمام يلا ناخد كده ارسم مضلع رباعي طول، ارسم مضلع رباعي طول ضلعه 4 سنتيمتر. الشبكه التربيعيه بتاعتي موجوده دلوقتي موضحه امامي في الشكل. يلا نرسم مع بعض مضلع رباعي طول ضلعه 4 سنتيمتر. انت دلوقتي اول ما بترسم اي بيت مش لازم ترسم الاساس بتاعه، القاعده. يبقى انا هبدا برسم القاعده، هرسمها كام سنتي؟ 4 سنتيمتر. انا هرسمها ازاي؟ هعد كده، ابدا من النقطه الاولانيه 1 2 3 4، هرسم 4 وحدة طول لأن كل مربع يساوي وحدة طول يساوي 1 سنتي. فأنا هعد 1 2 عدد لحد النقطة بتاعتي اللي دايما أول هنا أهو. أجي 1 2 3 4. يعني ممكن أعد المربع أو أستخدم المسطرة يا ميس، لأن هو ممكن أستخدم المسطرة بس لو مديني شبكة تربيعية هعد عدد المربعات. عايز 4 سنتي يبقى أنا هعد 4 مربعات من الصغننة دي، عايز 5 سنتي يبقى أنا هعد من 5 المربعات الصغننة دي. بعد كده أدي برضو الضلع التاني 1 2 3 4. بعد كده ها 1 2 3 4. بعد كده ايه؟ ها هقفل المربع، هقفل المربع بتاعي. ايه ده؟ ده مضلع رباعي جميع اضلاعه متساويه، ده طلع مربع جميع الاضلاع بتاعته متساويه، كل ضلع يساوي 4 سنتيمتر. طيب ارسم مضلع خماسي. خماسي يبقى انا هرسم كام؟ انا بس ده مديه محيطه. طب انا ما عنديش طول الضلع، يبقى كل خمس اضلاع. اقول لك على سر يا سيده ثالثه، انا قايله لك في محيط المربع لو عايزه اجيب طول الضلع بقسم على ايه؟ على اربعه. طب ليه قسمت لما مديه محيط المربع؟ كان عندي يا ميس اربع اضلاع. طب ده مضلع خماسي حاسب المحيط بتاعه على كام؟ خمسه. طب لو مديني مضلع سداسي حاسب المحيط بتاعه على ايه؟ طب لو مديني مضلع سباعي حاسب المحيط بتاعه على ايه؟ على سبعه. وهكذا يا سيده ثالثه. يبقى طول الضلع بيساوي المحيط على خمسه، 20 على خمسه يساوي 4 سنتي. ادي الشبكه بتاعتي وعلمتك لازم ابدا بالاساس اللي هو القاعده. هعد كم مربع من الصغيرين في الشبكه؟ اربعه. دي واحد اثنين ثلاثه اربعه. ركز معايا في المضلع الخماسي. بعد كده الضلع الثاني واحد اثنين ثلاثه اربعه. لازم استخدم المسطره يا سيده ثالثه، ما ينفعش ارسم بايديا. بعد كده الضلع الثاني هعد واحد اثنين ثلاثه اربعه ونروح رسمه الضلع التاني بتاعي. طيب ده خمس، انا عملت كده كام ضلع؟ واحد اثنين ثلاثه، فاضل لي ضلعين هرسمهم ازاي من النقطه دي يا سنه ثالثه؟ ادي ادي يلا ده اربعه، يلا بينا. ها هيبقى دي ايه؟ عد واحد اثنين ثلاثه اربعه. عيدها تاني سنه ثالثه. واحد اثنين ثلاثه اربعه. الضلع التاني بقى فاضل لي ضلع عشان اقفله كده. بص 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 هقفله. يبقى انا بدات من النقطه دي اهو، بدات وعديت الايه المربعات وانا طالعه كده يا سيده ثالثه. بعد كده يلا بينا الخامس. واحد اثنين ثلاثه اربعه اهو، اتقابلوا في نقطه زي عملوا شكل هو ايه؟ شكل ايه؟ ثمانيه. مضلع خماسي. بقى ده المضلعين دول، الضلعين دول عملوا شكل ايه؟ الثمانيه. ماشي بقى ده مضلع خماسي. يلا نعد اضلاعه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كل ضلع بيساوي كام سنتي؟ أربعة سنتي. أجب مثلث أطوال أضلاعه 20 سنتي 20 سنتي و 8 سنتي. أوجد محيطه. هو محيط أي مضلع؟ هو مجموع أطوال أضلاع. محيط أي مضلع هو مجموع أطوال أضلاع. مجموع أطوال أضلاع الإيه؟ الشكل. هنكتب 20 زائد 20 زائد 8. 20 زائد 20 40. 40 زائد 8 بيساوي 48. تمام. رسمت ياسمين مضلعا خماسيا محيطه 35 سنتيمتر. اوجد طول الضلع. انا عايزه اجيب طول الضلع من المحيط المضلع الخماسي. انا قلت طول الضلع هجيب ازاي؟ المحيط على اطوال اضلاع المضلع. يعني انا زي ما قلت كده السداسي هقسم محيطه على 6، سباعي هقسم المحيط على 7. بكرر مره ثانيه. يبقى انا هاخد ال 35 واقسمها على 5 هيساوي كام سنتي؟ 7 سنتي. 7 سنتي يا سيدي. مضلع ثماني محيطه 24 سنتي. اوجد طول ضلعه. هيبقى طول الضلع المحيط على اطوال اضلاع المضلع. يبقى 24 على 8 هيساوي 3 سنتي. 3 سنتيمتر لان 3 في 8 بيساوي 24.
مع سؤال المتفوقين. اكمل. واحد، طول ضلع المربع بيساوي نقط المحيط، مربع محيطه 48 سنتي فان طول ضلعه بيساوي نقط سنتي. تاني السؤال مرة اخرى، اكمل، طول ضلع المربع بيساوي نقط المحيط، تمام، مربع محيطه 48 سنتي يبقى طول ضلعه يساوي كام سنتي. اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.